إيران البلد الذي يعد الراعي الأول للإرهاب في العالم، والذي ومن أجل تحقيق أطماعه التوسعية في المنطقة قام بتكريس أموال شعبه من أجل دعم ميليشيات ووكلائه خارج أرضه بالسلاح والمال والخبرات التخريبية. فمنذ العام 2014 قامت ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا بتدمير كل شيء جميل في اليمن. انقلبت على الدولة ومؤسساتها بقوة السلاح، فجرت المنازل ودور العبادة، قصفت الأبرياء وسرقت قوتهم، صادرت الحريات واختطفت الناشطين وكل معارضيها، وملأت أرجاء اليمن وترابه الطاهر ومياهه النقية بكافة الألغام المحرمة دوليا. وأستطيع أن أقول أن هذه الميليشيات وخلال بضع سنوات استطاعت أن تهدم حلم جميع اليمنيين، حلمهم بالحرية والمواطنة المتساوية والعيش الكريم، حلمهم الذي كاد أن يتحقق بفضل المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل التي توجت مخرجاته بدستور جديد ليمن اتحادي يتسع لكل اليمنيين بكافة أطيافهم السياسية والقبلية والمجتمعية، يتم فيه حفظ الحريات وينعم أهله بالمواطنة المتساوية والتوزيع العادل للسلطة والثروات.